الفاتحة لرسولنا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وأزواجهم وأتباعهم وأهل بيتي أجمعين وجميع أصحاب رسول الله وصار أنصار منهم المهاجرين وجميع التابعين وتابع التابعين، ثم إلى رسول الإمام المهاجر الله بن عيسى سيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى، ثم رسول الفقير المقدم محمد بن علي بن علي سيدنا حبيب عبد الرحمن السقاف، ثم رسول حبيب عبد الله بن بكر أجرو، ثم رسول الشيخ بكر بن سالم، ثم رسول الجد أحمد محمد الحبشي، ثم رسول حبيب عبد الرحمن محمد الجوري، ثم إلى رسول الحبيب مرمى عبد الرحمن عطاس الشيخ علي بارس، ثم إلى رسول الإمام حبيب عبد الله بن علي الحداد، ثم رسول الحبيب حسن بن صالح البحر، ثم رسول حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، ثم إلى رسول الإمام الحبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وأصول الفراح، ثم إلى رشيدنا وإمامنا وشيخنا وقدوتنا الله أبينا علي بن محمد الحبشي وأصول الفراح وأبناء سيد واجع علي وأخوانه بعبد الله رحمه محمد الحيام المخبية وأزواجهم والمنتسبين إليهم أجمعين، ثم إلى أرواح والدنا والدكم واتنا واتكم وجميع أولياء هذه البلدة بالخصوص أحبي حسين صاحب الأربعة تام أحبي علي بن عبد الرحمن أحبي علي بن حسين العطاس وجميع أولياء هذه البلدة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل مستقر وسعلى مع نبينا الصديقين والشهداء والصالحين الحين. نسأل الله الكريم تعالينا وعليكم أجمعين طول العارفين فقرنا وإياكم بالدين وأهدينا وإياكم سوى السبيل علمنا وإياكم التوفيق جعلنا وإياكم أجمعين علماء أتقياء صلحاء، أن الله يغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واقضي حاجاتنا كلها الدنيوية والأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأخواننا أصحابنا ومن أوصانا بالدعاء واشفي مرضانا وعافي مبتلانا وأملي من السر وعانا الخير رجعنا وارزقنا وإياكم أجمعين أرزاقا كثيرة طيبة بدون دعاء ولا مشقة مع اللطف والعافية والصحة والسلامة والتوفيق والهداية، وأن الله يجعل هذا المكان معمور بالخيرات والبركات والمسرات، وأن تنضح حفظ المسلمين ويرحم المسلمين، وأن الله ينصر مسلم صلاح الإسلام والمسلمين ولا يهلكنا ويهلك ملاك صلاح الإسلام والمسلمين، وأن الله يصلنا الفتن بدنا هذا خاصة بدنا المسلمين عامة جنا وإياكم بعين الاطمئنان والأمان والرخاء والسعادة، وأن الله يجعلنا وإياكم بهذا الشهر العظيم من العائدين الفائزين الظافرين لطار رب العالمين، يعيدها علينا وعليكم وعلى أهلنا وأولادنا والحاضرين أجمعين والأمة المحمدية أجمعين سنين بعد سنين عوام بعد عوام في خيرات ومسرات وعلمنا وطالبها وحسن الجمع وياكم اجمعين حسن الخاتم عند الموت ما طول امر في طاعه الله ورضاه في خير ولطف وعافيه وسلامه، والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب يا رب صل على صلي على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا ربي صلي على محمد الخاتم الخاتم المقرب يا ربي صلي على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صلي على محمد المصطفى المجتبى المحبب صلي على محمد ما لاح بدر وغاب غيهام يا ربي صلي على محمد ما لاح بدر وغاب غيهام يا ربي صلي على محمد ما ريح نصر من نصر قدهام يا ربي صلي على محمد ما ريح نصر صلي على محمد ما سارت العيس بطن سبسب يا ربي صلي على محمد ما سارت العيس بطن سبسب يا ربي صلي على محمد وكل من للحبيب ينسب يا ربي صلي على محمد وكل من للحبيب ينسب يا
رب صل على محمد وكل من للنبي يصحاب. يا رب صل على محمد وكل من للنبي يصحاب. يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد صعب. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد صعب. يا ربي صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحم. يا ربي صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحم. يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق أقرب. يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق أقرب. صل على محمد خير الورى منهجا وأصواب. يا رب صل على محمد خير الورى منهجا وأصواب. يا رب صل على محمد ما طير يمن غنى فأطراب. يا رب صل على محمد ما طير يمن غنى. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك. السلام عليك.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليه علمه وبسط له من فائض المنة ما جرت به في أقداره الجسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والعلوم فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بإطراف التكريم.
تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا انقضى بانتشار فضله بالقريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب نعم الأنام نوالى، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. حسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما ابتلته بشرا كاملا يزيح الظلا، وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارتي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن خدمة الله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المسلمين.
المصلي عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا صهوة المجد بقربه، وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه. ما عطر الأكوان بنشر إكرام نسيم، اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم، اللهم صل وسلم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم التقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا بشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر. فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الأسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حبطه من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين. دع التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عجد تشوي إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فادخل في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحاني بروح ذلك النعيم، اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم، اللهم
وسلم وبارك عليه وعلى وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزى في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتمسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة
والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام، ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور، بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأديسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصمات الممدود، فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية، فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
نسعان ونرجان محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. ألا بالأكبر المقصود ألا بالأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر
قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل ودادك. سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك ترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا. وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وغادره وولاه وظهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالينا وأهل قطرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العجل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا
في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. الفاتحة. صلاة الله ما لعت كواكب، صلاة الله ما لعت كواكب، على مدى خير ما ركب النجائب، ركب النجائب. صلاة الله ما لحد كواكب، صلاة الله ما لحد كواكب، على مدى غير ما ركب النجائب،